مرحبا، أنا صلاح حماد، معكم اليوم من مزرعة جيران لنا، جيران بربوا نحل. اليوم يعني ما كنتش حابب أدخل رأساً مواضيع متخصصة، بس يعني هاي فرصة لأنه مسوين دورة مع جارنا بيتر بربي نحل صار له 15-20 سنة، فالطلاب حابين يتعلموا كيف طريقة تجميع العسل، كيف نبلش نبني خلايا، فقلنا فرصة جميلة نسوي فيديو عن الموضوع. طبعاً أهمية النحل في نظام في أي نظام بيرماكولتشر يعني أهمية هائلة، من ناحية تلقيح، من ناحية يعني تقوية الاتصالات بين النباتات، بنفس الوقت إنتاج العسل. فيعني كل مكان زي ما قلنا كل مكان في تنوع في نظامنا من حشرات بيزيد إنتاجيته بطريقة أو بأخرى. To me, if I'm going to be lifting off a 30 kilo box of honey, I want to be able to lift it up and well to put it on the back of a ute. I don't want to have to carry it all the way home. So, to me, putting at your apiary site, your bee site, so that a vehicle can access it, and access it in all weather, so that if there's an issue in regard to bee management, that after heavy rain, you can get here. So I know I can drive up here even in bad weather. نهاية اليوم الأول من دورة تدريبية لتربية النحل. الطلاب شافوا كيف نختار الموقع المناسب لوين نحط خلايانا، من ناحية شمس، من ناحية رياح، من ناحية ميلان الأرض، من ناحية مية، قديش قربها بعدها. هذا شفناه. هلا الطلاب عمالهم يبنوا الخلايا، بيبنوا البراويز للخلايا، بعدين الأسلاك، كيف الشمع عشان يقدروا قدامي بركن حطوا شوية خلايا في أنظمتهم. زي ما حكينا صعب نتخيل نظام بيرماكولتشر كامل بدون ما يكون في نحل يدعم من ناحية التلقيح لأشجارنا أو لخضرواتنا، ومن ناحية حتى يعني دعم مادي. يعني النحل العسل بيجيب مصاري منيح إذا اعتنينا بالخلايا تبعتنا. في ناس تركب خلايا وما بتنتبه لها كثير، بعد 18 شهر 20 شهر بتلاقي الخلية ماتت. إذا اعتنينا بخلايانا بشكل صحيح ممكن تدر علينا مصاري على المدى الطويل. في نفس الوقت بدناش تفكر بس في موضوع إنه بتنتج عسل، تأثيرها على البيئة، تأثيرها على الأشجار، على إنتاجية الأشجار وعلى إنتاجية الخضروات هائلة مقارنة بتأثيرها من ناحية إنتاج العسل. خلينا نشوف شو عم بيسووا هون، كيف بلشوا الخلايا. هاي البراويز طبعا يعني ما بنشروا البراويز جاهزة زي ما هي، خشب، بعدين بنركبهم بالغرف، بنركب عليهم الأسلاك. زي ما عم تسوي هون صبية عم تركب الأسلاك والقاعدة الشمعية اللي النحل ببلش يبني عليها الخلية. عالجنا الخشب برضه. راح يكون موضوعنا بكرة كيف نبلش نجيب النحل على الخلية. بنشوفكم بكرة وبنعطيكم ملخص شو سوينا، وإن شاء الله يكون إذا الموضوع حمكم تربية النحل. روحوا شوفوا جيرانكم، أهليكم، ناس مهتمين، واتجهوا نحو أقرب منحلة وقولوا لهم ممكن تيجي تسووا لنا دورة، شوفوا قديش ممكن تكلف، ممكن تجمعوا قد ما في ناس مهتمين، بلشوا خلية عندكم. ممكن إذا كل حي جاب خلية، خليتين، ثلاثة، بنتج عسل للحي،
وبتوزع بين الجيران. هذا هو قوة مجتمعنا. يعني إذا جمعنا قد ما نقدر رحنا على منحلة وقالهم لا دربونا علمونا كيف نربي نحل. أكيد راح تلاقوا يعني اهتمام من الناس بدهم نربي نحل. والعسل دائما يعني دائما إلى السوق. شكرا. اليوم الثاني من دورة تربية النحل، والحين حاول نجمع نحل ونحطه بخلية في زي ما نقول مجموعة نحل طائرة، بس أحد الطلاب انتبه لها فبدنا نحاول نستدرجها ونحطها بالخلية هاي. معنا أداة التدخين، أداة الدخان لتهدئة النحل. معنا خلية جاهزة من البنيانة هم بارح، وطبعا ممكن تكون خلية يعني ممكن تكون مجموعة هاي شوي شرسة، فلازم نكون محتاطين من ناحية اللباس ونشوف شو بيصير. بخبركم كمان شوي كيف صار معنا. هذه مجموعة النحل، هاي بتكون ملكة النحل قررت تغادر لأنه في ملكة جديدة أخذت مكانها، فبعض النحل بقرر يغادر الخلية معها. فشو بيصير؟ بيروحوا بدوروا على محل يعيشوا فيه. فهذا ما هاي هي المجموعة قررت تعيش على هاي الشجرة. هلا بدنا نحاول نستدرجهم ونخليهم يعيشوا مرة ثانية بخلية عشان نقدر نبلش نجمع النحل الملئ العسل مرة ثانية. وأنا شوي متوتر، أظن لازم أسكر هون، مش مشكلة، بس راح أخبركم شو بصير كمان شوي. They may be drones. They may be drones. Now, have we got the smoker with us? Yeah. Looks like it's on my just way. A tiny little puff of smoke on them. Then. Wow. That was exciting. I think they're the same swarm, because the probability of two swarms going to one spot is pretty rare. How much does that branch weigh with all those bees on it, you think? Would you like to open the lid again, please, yes. To take the lid off? عملية. Pop it back on. Okay, pop the lid on. Make sure it's closed up completely. Now. Yep. Oh, that goes off. Not quite straight on this side. Not quite clear. Just put it on, move it your way a bit. Too far. Good, good, three. نحلة عم تطلع. Thank you. من مكان. Who'd like to lift that 150 kilos of honey up? Ta-da! He's out. A bit wobbly. Can you see? It's got to be a gentle movement. Maybe a bit of smoke, please. I think that's a good illustration of if you move quickly, then the bees will go for you. And you know when you're if you see a friend across the road, and you want to get their attention, what do? You wave furiously, don't you? And then if you wave furiously at a bee, guess what happens? They give you attention. They get good. That's good. Now brush it. Put it on the edge. It's here. Yeah. No, no. Just stand it on the edge. Oh yeah. I wasn't watching for. I was being stung. Sorry. إحنا هون بالمعهد.
احد الطلاب كمشروع له كمشروع خلال الدوره تبعته قرر يبني اوتيل فندق للحشرات. وين؟ عند الحديقه، عند حديقه الخضار هاي. الطالب قال احنا بدنا نستدرج الحشرات النافعه، بدنا نستدرج النحل في المنطقة، بدنا نستدرج الفراشات، فأي حشرات نافعة لنا بتساعدنا في التلقيح في الحديقة بدنا نستدرجها. فكيف بدنا نستدرجها؟ بدنا نبني لها محل تيجي تعشش فيه، تبيض، تربي اللارفا تبعتها، وبعدين تتوزع في الحديقة، وهيك احنا بنفيد الحديقة من تلقيح، وممكن في نفس الوقت نستدرج بعض أنواع النحل المحلي اللي هو عسله قليل بس عسله مفيد جدا وطعمه غريب. فبعدين بنستخرج هذا النحل العسل وبنستخدمه، وفي نفس الوقت عملنا نلقح. فرجيكم كيف هذا المبني، بعض اخشاب البامبو الحشرات بتدخل فيها وبتربي فيها بيوضها، بعدين بتفقس وبتنتشر. الحشرات المفيده راح تقعد، والحشرات الضاره راح ممكن تيجي، بس الحشرات اذا كثرنا من الحشرات المفيده تاخذ محل الحشرات الضاره اللي ما بدناش اياها. احد الافكار اللي ممكن تطبقوها في حدائقكم، خشبه زي هاي، خزوق جديده، خزوق صغيره فيها راح تستدرج الحشرات، بتربي فيها بيوضها وبتنتقل. هذه من الافكار اللي ممكن بسهوله نبنيها وندعم فيها حدائقنا اشجارنا. مرحبا، اليوم الثالث من الدورة بعد ما جمعنا العسل. طبعا كرم المدرس أعطى كل طالب علبة عسل. بدنا اليوم راح يكون موضوعنا عن منتجات النحل، من رحيق، من شمع، من عسل، كيف استعماله، كيف تصنيعه. بس معنا أحد الطلاب، ثلاث نحلات، واحدة في واحدة في الإيد وواحدة في الكتف. هلا إذا الواحد عنده حساسية من غزة النحلة ممكن يصير فيه هيك. أنا صابتني 5، 2 في الرأس، 1، 2، 3 على الإيد، ما صار عندي انتفاخات، معناته ما عندي حساسية للنحل. بس هون أحد الطلاب عنده حساسية، بس حساسيته مش خطيرة جدا، فصار عنده انتفاخ فقط. كتير مهم موضوع نعرف إذا عندنا حساسية ولا لا. كتير مهم يعني احتياطات من إبر للوقاية من الحساسية. ممكن الواحد يصير عنده زي ما تقول ضيق في التنفس بعد ما تخلصوا نحلة. هون الحساسية مش سيئة جدا، بس انتفاخ. الفكرة من الدورة هي بناء مهاراتنا بأكثر من إشي. كل ما كان عندنا مهارات أكثر، كل ما كان عندنا صناعات أكثر بنعرفها، صناعة الزيتون، صناعة العسل، صناعة التمر، صناعة النجارة، صناعة عمل الشمع. كل مكان مجالنا في البرماكلتشر اكبر، كل مكان يعني فرص نجاحنا ونجاح النظام تبعنا اكبر، كل مكان قدرتنا على مقاومه التغيرات اللي ممكن تصير في حياتنا اكثر. هاي هي الفكره من الدورات هاي. الفكره انه نقدر يكون في عندنا اكثر من شغله نقدر نعتمد عليها. التنوع هو اللي بيقوي نظامنا. نهاية الدورة تعلمنا كثير عن تصنيع النحل، صناعة النحل، عن تصنيع العسل، عن المنتجات المختلفة. بس الشعور اللي الواحد بيصيبه لما يفطر الصبح من العسل اللي النحل تبعه أنتجه، يتعشى على بردقان تلقح بالنحل نفسه، يقرأ كتاب بالليل على شمعة مصنوعة من شمع تم إنتاجه من النحل، من خلية النحل تبعته،
ويحط على ايديك كريم من انتاجه هو من الشمع تبع النحل تبعه. يعني شعور بخلي الواحد يحس بقوة النظام اللي ممكن نبنيه. فزي ما قلنا روحوا تعلموا عن النحل، اسألوا وين ممكن اخذ دورة، كيف ممكن انتج عسلي، كيف ممكن اخلي عندي نحل في الحديقة. تعاونوا مع جيرانكم وراح تستمتعوا بشكل غير لا يوصف. شكرا. Did you film that? I hope so. I'm looking at you, Squam. Yeah. I think the more you move, yeah.